أبونا راهب متوحد كبير بقاله عشرات السنين في مغارة ما بيشوفش وش إنسان، وليه تلميذ بيخدم عليه. في يوم من الأيام جه راهب من الدير، طلع قال للتلميذ أنا عايز أقابل أبونا. قال له أبونا ما بيشوفش وش إنسان. قال له يا أخي ده أنا أبونا، يا أخي عايز أقابل أبونا يا أبونا. فقال له نقول لأبونا. فراح التلميذ أبونا، التلميذ يقول لأبونا المتوحد يا أبونا أغاب يا أبونا. قال له أغاب يا ولدي. قال له يا أبونا في أبونا جاي من الدير يا أبونا عاوز يقابلك يا أبونا، ينفع يا أبونا تقابل أبونا عشان أبونا ما يمشي زعلان يا أبونا إنه ما قابلكش يا أبونا، ينفع يا أبونا تقابل أبونا؟ قال له يا ولدي ماشي نقابل أبونا. فدخل أبونا يقابل أبونا المتوحد الكبير. فقال له يا أبونا لي رجاء في المسيح ما تكسفنيش عايز طلب. قال له تفضل. قال له أنا تعبت من الناس وكلام الناس ومقابلات الناس، ونفسي يا أبونا أجي أخذ مغارة قريبة منك أقعد فيها وأبونا تلميذك يخدم علي وعليك، كان على الخبز والمية ولا علاج ولا حاجة يجيبهولي وخلاص. قال لي يا أبونا ده للرب الأرض وملؤها المسكونة وما عليها والبرية واسعة والجبل كبير، احنا نطول يا أبونا ده ربنا قال لو اتنين ولا تلاتة اجتمعوا أكون في وسطهم، وإحنا من يومنا اتنين وتبقى تلتنا يعني المسيح يبقى في وسطنا. طبعا يا أبونا أوافق. اتفضل يا أبونا مطرح ما تحب تقعد اقعد وصلي لي. راح أبونا شاف له مغارة في وسط الجبل، قعد في المغارة وعدت عشرات الأيام، وبص أبونا المتوحد من المغارة بتاعته لقى ناس كتير جوا على جبل، فندى على التلميذ يا ولدي. قال له أيوة يا أبي. قال له الناس دي؟ قال له مش أبونا الجديد اللي جه طلع مشهور وكان بيعمل معجزات ويطلع شياطين ومعروف في الدير كله، ولما جه هنا البرية الناس عرفت انه جه، فبدأت الناس برضو تجيله من شرق وغرب. قال له الناس تجيله؟ هو ده شغل متوحدين؟ ما تلزمناش عيشته جنبينا بالطريقة دي. روح يا ولدي قل له أبونا بيقول لك امشي من هنا، ده مش نظام توحد ده، روح قل له امشي من هنا. فنزل أبونا التلميذ يقابل أبونا الراهب المشهور. أغاب يا أبونا، أهلا يا أبونا، في حاجة ولا يا أبونا؟ قال له ده أنا أبونا المتوحد بعتني ليك. قال له إيه في حاجة؟ قال له بيقول لك صلواتك لأجلي عشان أنا كبير ومش قادر أجي لحد عندك تصلي لي فصلي لي. فقال له ده صلوات القديسين، ده رجل متواضع وحلو، ده أنا أجيل ويصلي لي، ده بركة كبيرة. ورجع التلميذ بعد كم يوم، بس أبونا المتوحد لقى ناس كتير على الجبل، ندح على التلميذ يا ولدي. قال له أيوة يا أبي. قال له مش أبونا ده المفروض يمشي؟ مش قلت له روح له دلوقتي وقول له امشي دلوقتي، يلا يمشي دلوقتي. قال له حاضر يا أبونا. أخذ بعضه أبونا التلميذ وراح لأبونا المشهور يا أبونا. قال له يا ولدي ده أنا كنت نيجي نفسي نيجي بس الزحمة معلش في حاجة ولا إيه؟ قال لأبونا المرة دي بيقول لك صلواتك صلي لأجلك. فقال له ده صلوات القديسين، ده أنا نيجي معاك دلوقتي استنى شوية أجي معاك. شوية ورا شوية قال له طب بص يا ولدي روح انت عشان ما يزعق لكش تأخرت كده، وانا اخلص على اللي موجودين واجي وراك على طول. واول ما رجع التلميذ لابونا المتوحد قال له ده الناس بتزيد مش بتقل، هم مشيش ولا ايه؟ قال له لسه يا ابي. قال له هو ده شغل الرهبان؟ ده الرهبانة طاعة، والتوحد لم ترى وجه انسان، والتلمذة تسمع الكلام، ده طقس رهباني يا ابني استناني. راح جاب عصايته اللي بيتحكز عليها واخذ بعضه ونازل من عجبه رايح لابونا يزعطه.
شو تفهموها دي؟ يمشي يعني من يقول له امشي من هنا يلا واسمع الكلام وامشي من المكان. فالتلميذ مش عارف يعمل ايه، طلع يجري قدام منه وراح قال له يا ابونا ده ابويا جاي لك لحد عندك. قال له زي الكلام ده انا اطلع له ابوس على رجليه، ده راجل بركه وقديس وتواضع منه ان يجي لحد عندي انا، ده انا اروح لحد عنده. وطلع ابونا الجبل بيبص على ابونا، واول ما قرب عليه ينزل على الارض عشان يمسك في رجليه ويبوس على رجليه. فاول ما مسك في رجليه وهو ماسك له العصايه وجاي يمشي من المكان، فجيت تلميذ جنب ودن ابونا المتوحد وقال له حللني يا ابي، انا ما قلتلوش على حاجه من اللي قلت لي عليها، ولا قلت له امشي ولا ما تمشيش، حقك عليا، اخطيت يا ابي اخطيت، بس يعني بكل محبه يا ابي معلش. قال له يعني ما فيش حاجه من اللي قلت عليها عارفها؟ قال له لا يا ابي، انا كنت بقول له صلواتك. قال له يا ولدي الصراحة المفروض أنت المعلم وأنا التلميذ، لأنك صنعت سلام بيني وبين أبونا الجديد، وطلع متواضع عمال بيبوس في الأرض ويبوس في رجلي، ده أنت طلعت واد صنيعي، صنيعي سلام، لأنه الكتاب يقول طوبة لصنيعي السلام، لأنهم أبناء الله. إحنا عندنا صناعية كثيرة في البلد، في إيش نجاش يسحب معجون، وإيش سباك يركب حمامات، وإيش جراح يفتح ويطلع الحصوة من على الكلى وإيديه تتلفف حرير ولا صوابعه تتلفف حرير، أها كلها صنعات، صنايعة، صنايعية، صنعة. يا ترى صنعتك إيه؟ يا ترى صنعتك صنع سلام؟ في عالم اتنزع منه السلام، احنا الجيل اللي الحرب جاي ما حوالينا من كل حتة، لو تيجي تقلب كده في حالنا تبص كده ناحية جبلي تلاقي ناس شبه بعضها، نفس اللون ونفس الطول وقرايب ونفس اللغة ونفس الثقافة، وعمالين ناس دي ضرب في بعض يا جدع عايزين يخلصوا على بعضيهم. دم تيجي تقول انا مش هبص مقبل، انا هبص مشري كده، ابص بعيد في حته ثانيه، تلاقي ناس مختلفين عن بعضهم، ولا نفس اللون ولا نفس الشكل ولا نفس الثقافه ولا نفس البلد، وبرضه نازلين ضرب في بعض وعاملين ولا اللي كانها اباده، وحرب من كل حته، حرب. والقنبلة يا اخويا لما بتفرجع ما بتفركش، ما بين اخضر ويابس، بتاخد كبير وصغير في وشها، في مستشفى تموت، في كنيسة تموت، في شارع تموت، هي القنبلة لما تفرقع بتطبطب على حد؟ ما بتاخد الكل. واحنا المفروض دورنا ان احنا نصنع سلام. شغلتك كيف الكنيسة انت يا استاذ؟ تقول لي اصنع سلام. ما انا ما نعرفش نعمل السلام ده، نعمل ايه لما ما اعرفش اصنع سلام؟ أقف وأرفع عدي وأصلي وأقول له يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك. هو الوحيد الثنائي إله السلام اللي قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. بولس الرسول يقول لك إيه؟ فليملأ قلوبكم السلام الذي يفوق كل عقل، يملأ قلوبكم وحياتكم في المسيح يسوع. وفي رومية 5:1 يقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لما المشكلة تيجي لحد عندك ولا ترفع عليك قضية والفجر يجي ويحط عليك، امسك في ربنا وزود الإيمان عشان ما يتنزعش منك السلام. إحنا شغلتنا والصنعة بتاعتنا إن المفروض نصنع سلام. الناس تفكر صنع السلام بالكلام، يعني اجي اقول يا اختي ما تزعليش من اللي جنب منك، ده بتحبك، ده ما تتضايقيش، خلاص كده انا عملت اللي عليا. هو بالكلام ده احنا في زمن كل حاجه غليت، ده حتى السلع الرئيسيه اللازمه للحياه غاليه، يعني الدواء اللي بيستخدموه الدكاتره لعلاج المرضى غالي. يا ابونا غليت، ايوه يا ابونا. طب وتقف تتفرج؟ لازم تصنع سلام في البيوت اللي ما فيهاش لقمة العيش. أصلك الصيام بدأ، والست هانم قالت لجوزها
لو سمحت تبقى تجيب معاك ازازه الزيت ده، الفول بالزيت والبطاطس بالزيت والبدنجان بالزيت وقلبنا زيت في زيت، ناقص ننقط من كعنا زيت، تبقى تجيب ازازه زيت وانت جاي معاك. ويا عين الراجل ما معهوش مش عارف يروح البيت، هيروح يقول لها ايه؟ يقول لها اجلي البطاطس في ميه ما تتسلك. طب هتعملها ازاي دي؟ طب ما عايزه ازازه الزيت واحنا واقفين نتفرج. ده ياما بنات الخطوبات بتاعتها اتفسخت وباظت عشان امها يعيني ما عرفتش تجيب لها الجهاز، الثلاجه والغساله والبوتاجاز، وبردك لسه واقفين نتفرج. هو ده يرضي ربنا؟ مش احنا صناعيه سلام؟ شغلنا ايه؟ نصنع سلام، مش نقف نتفرج. ده من يسمع صراخ المسكين يصرخ هو ايضا ولا يستجاب له. الكتاب اللي قايل مش انا اللي قايل، يعني اللي شايف الغلبان الفجر جاي عليه وحاطط وانت ولا فارق معاك، خلي بالك مع كل مسانده هتسندها للفقير صدقني المسيح هيطبطب عليك ويسندك. ده قال ايه؟ كنت جوعانا فاطعمتموني، يعني كل واحد جعان اكله كاني بقدم الاكل ده للمسيح. هو قال كده، وما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. يعني الموضوع محتاج مننا تركيز. في زمن لما يزيد الغلاء على الكل لازم أركز على اللي حواليا وأشيل المراية من قدام مني. أصل أنا غلبان، لو جبت مراية وحطيتها في وشي كده هشوف مين؟ أنا بتكلم عن العطاء مش عن الصمت، لا تكونوا متلخبطين. فضيلة العطاء، عدم العطاء خطية، لكن العطاء دي فضيلة كويسة، أمر من ربنا، لازم نسمع كلام ربنا. مش بتكلم عن الصمت وما تتكلموش. مرة تانية أنا بنتكلم عن قلة الكلام. لو حطيت المراية قدام وشي كده هشوف مين؟ طب أنا لو سبت المجموعة دي وجيت حطيتها هنا هشوف مين؟ لا، ما يجيش اللحظه بقى اللي اشيل المرايه من وشي عشان اشوف الاخر واشوف طلبات الاخر واشوف احتياجات الاخر واسال واقول يا كنيسه جاي عليك عيد، يا كنيسه محتاجه ايه؟ يا ابونا مين ابونا بتاع اخوه الرب اللي في الكنيسه دي؟ عشان عايز اجيب فراخ للناس لما تفطر تاكل زينا ما احنا بناكل. لكن هبص لنفسي أقول لا مش هنفطر على فراخ المرة دي، هنبقى نجيب حاجة تانية غير الفراخ. هبص على حالي، لكن بيقول لك شيل المراية فتحس بالآخر. يا ابونا هو تفكرنا احنا أغنية؟ احنا فجر جاي علينا وحاطط، انت تفكر ان احنا معانا؟ ما معناش صدق، لو معانا ما كناش جينا، ده احنا غلابة قوي. ما معناش كنا هنتابع شركاتنا ودنيتنا، ده احنا غلابة. ورايك في الست صاحبة الفلسين التي أعطت كل ما لديها، مش المسيح مدحها وشكر في عاملتها دي وعطائها بالطريقة دي وفرح بيها قوي؟ ورأيكم في أرمال الصرف الصيدة أيام إيليا، أيام المجاعة، لما كان عندها شوية دقيق وشوية زيت وهتعمل الكعكة اللي هتاكلها هي وابنها واحدة وبعدها تموت؟ ده الكتاب ذكر كده في سفر الملوك. والغريب أنه أول ما يظهر إيليا في الموضوع يقول لها خش يا أرملة. قالت له أعمل إيه؟ قال لها أعمل كعكة. قالت له الكعكة دي أنا وابني ناكلوها، هاكلها أنا وولدي وبعديها هنموت، إحنا لاقيين حاجة تانية، مفيش كعكة في المنطقة ومفيش دقيق ومفيش زيت والفجر جه والمجاعة جت وهنموت بعدها. قال لها لا لا لا، روح اعملي لي أنا الأول الكعكة أكلها أنا الأول واتفرجي على اللي هيحصل. وسمعت الكلام، عارفين ساعتها حصل إيه؟ كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص. اعطوا تعطوا، ايوه، ارحموا ترحموا. طب واللي ما يرحمش ما يستاهلش رحمه ربنا. اللي ما يرحمش الغلبان الفقير الشحات التعبان اللي محتاج اللي الكنيسه عارفاه باسمه، ده ما يستاهل ازاي رحمه ربنا؟ يبقى كاننا بننده في ملطه. مش عارف ايه ملطه دي، بس بيقولوا المثل ده، يعني كاننا بالنادي وخلاص ومحدش عايز يسمع، كتل خرسانيه قاعده ومحدش عاوز يساعد. لا، تساعد تلاقي اللي يساعدك طول الوقت كده.
بالكيل اللي تكالوا به يكال لكم ويزاد. ما انت لما تدي ربنا يديلك، خلي السوسته مفتوحه يا ابونا. علمونا كده في الدير في اول 40 يوم، قال يا ابونا خلي سوستك مفتوحه ما تكفلش. اقول له ليه؟ يقول لي عشان اللي يديلك ما تتكسفش، خده وانت بتاخد لنفسك، خد منه وحط في جيبك، واول ما تروح للغلبه طلع من جيبك ووزع. يا ابونا خلي السوسته مفتوحه، لكن لو اتملت وقفلت ما حدش هيديلك تاني. خليهم بقى دول القليلين دول، خليك اديك قافل عليهم. لا لا لا، وزع يجي تاني وتوزع تاني وتبقى دايره شغاله. انت حيالله شيال. العطاء للجميع، العطاء للفقير قبل الغني. مش لازم تبقى عندك شركات ولا عندك عماير ولا عندك مشاريعك علشان تقول ساعتها بس ابقى اشوف العشور ايه ولا ابقى ادفع. لا، ده كل ما يدخل جيبك تدفع منه، وكل من سالك اعطيه. وده سؤال شائك. يطلع لي واحد كده في الاجتماع يقول لي يا ابونا الله يخليك ابونا بلاش موضوع الايه بتاعت كل من سالك، انا نفسي اشخبط على كلمه كل دي، ده كلها حرفين اشخبط عليها وخلاص. خليها من سالك اعطيه، وانا اخذ الكلام على من سالني ده يستاهل ولا لا او اشوف. لكن كل دي بتخليني ادي للناس كلها. ايوه ادي للكل. مين عملك قاضي؟ مين عملك انت قاضي؟ صدقني الغلبان اللي هتدي له جنيه الحديد ده مش يرضى ياخده منك. اديله الجنيه، غلبان هياخده، لو مش غلبان مش هيرضى ياخده منك. ايه رايك؟ يعني تركب عربيتك وقت شويه الجنيهات دول، وكل اللي يجي يقول لك ايه حسن علي لا تمنع بلا وتيره طبك يا فعل، اديله جنيه. طب هو لو غلبان هياخده ويتبسط، جنيه في جنيه يلاقي لقمه ياكلها هو وعياله. طب لو مش غلبان يقول لك ايه يا بيه ده، قول له يا اخويا انا غلبان الدهون انا، يلا يلا اخويا دهوني. ما انت ما عايزوش، انت مش راضي تاخده، طيب انت مش محتاج له. يبقى نفذت الآية. يا ناس يا مؤمنين اسمعوا كلام الكنيسة. الكنيسة قالت ادوا ادوا، الكنيسة قالت صوموا نصوم. يا اخويا عامل لي فيها كريليك، انت جاي تراجع ورانا وتقول هو 42 ولا 43 والسنة دي كبيسة و42 يا عم صوموا لما يجي العيد افطر. انت مالك انت 42 ولا 43؟ انت بتراجع ورانا ليه يا عم؟ الكنيسة قالت بداية صيام، خلاص صوم. الكنيسة قالت ادوا ادي على قد ما تقدر للغلبان، ادي ادي للفقير والمحتاج. ده من يعطي الفقير يقرض الرب. صدق بيتعامل مع ربنا صرف لما تدي للفقير. الفقير عنده رضا وشكر اعلى من الغني، صدقني. ده ياما فقراء عايشين في حياة الرضا والشكر بطريقة عالية خالص، أكتر من الغني اللي عنده بدل الشقة اتنين وشجل الطين ومش عارف يبتسم. النكد بيجري مع دمه كده في عروقه، تلاقيه الوش مكشر كده، يقطع الخميرة من البيت. مالك؟ يقولك منكد عليا مراتك. ليه؟ عشان كتبت المحل باسم بنتي ما رضيتش أكتبه باسم مراتي. هو أنت عندك محل؟ أيوة أنا عندي محل، ده محل كبير قوي في البلد. أنت عندك محل ومنكد؟ ايوه يا ابونا عشان العربيه اتخبطت المرايه. انت عندك عربيه؟ انت عندك محل وعندك عربيه والنكد مالي وشك؟ ايوه انا عندي حاجات كتير يا ابونا، بس النكد يعني. اتاري الفلوس ما بتفرحش حد، بس لما تاكل واحد غلبان. تعال كده فكر في مره انك تعمل جمعيه وتقبض مبلغ محترم وتطلع فلوس كويسه، وتروح تشيل واحد كده انت ما تعرفوش، تعمل له تحليل وإشاعة وتعمل له عملية ويرجع سليم تاني، يشتغل صنايعي تاني من أول وجديد. ده إيه ده؟ ده أنت اديت نفسي كانت هتموت، اديتها حياة من أول وجديد. واخد بالك مدى الفرحة اللي تبقى فيك قد إيه؟ جامدة قوي. واحد قال لي مراتي عملنا لها التحليل وطلع عندها مرض وحش، وودينا التحليل عند معمل إيليا. يا أبونا أرجوك يا أبونا صلي لنا، تحليل بعد يومين هيظهر النتيجة. فأنا قلت له يا رب يعني أنا ما عارفش يا رب، ما الواد ده حلو وخادم وكويس ومراته ست جوهرة، يعني يا رب تجربة جامدة زي دي كده يا رب. طب يعني بمحبة كده أديهم يا رب كده لمسة شفاء ولا حاجة؟ قالوا لي ما تصليش خلاص. قلت لهم ليه؟ قالوا لي أصل العينة طلعت سليمة والحمد لله، يعني حميدي يعني مش خبيث، يعني موضوع سهل. خلاص خلاص. بص يا ابونا، شوف لحد عيان
أصرف عليه، أنا معايا 130,000 جنيه عايز أصرفهم على واحد يكون هيعمل عملية. قلت له يا أخي خد نمرة عم فلان ده كلمه كده، الله يخليك كلمه، هو لازم العملية تبع السرطان ولا ينفع أي تبع حاجة تانية؟ يقول لي عيان وخلاص أي عملية. قلت له ده محدوث في بتاعت المسيحيين دي بتاعت الكلى. أيوة برسوم محسن برسوم دي ولا اللي. قلت له ده الرجل محجوز هنا خد نمرته كلمه. دم قال له ايه لو سمحت وانت حضرتك تعبان؟ قال له لا انا اخد تعبان والحسابات بيزعجونا. هو انت مين؟ قال له انت في الحسابات؟ قال له اه. قال له طب الحسابات بتقول ايه؟ قال له الحسابات بتقول 130,000 واحنا ناس غلبة ما معناش وابونا جابنا هنا وسابنا. قال له طب خلاص انا دفعت انا اوفي، في ناس غلبة كتير حلوة، ادي للغلبان تشوف فيه المسيح. بنخدم على طريق اسكندرية الصحراوي وعمال المزارع اليمين وشمال الطريق، وبتبقى الطريق ده مقسم جمعيات، فندخل الجمعية نتعرف على المسيحيين اللي فيها ونصلي لهم ويبقى دول ولاد ربنا اللي احنا خدامين عندهم. وفي يوم ربنا مالي العربية فراخ متلجة، فدخلت جمعية من الجمعيات، عمو فلان يقول ابونا استنى ابونا عايزك. عايز ايه؟ ما انا مجهز الفرخه في شنطه اعلقها لك في الشجره وامشي، عشان توزيع الفراخ ده لازم سريع سريع يعني قبل الفراخ ما تسيح. محتاج ايه؟ يقول لي رحت عند عمك عبد المسيح. قلت له عم انا عبد المسيح؟ عم ايه عم انا ماليش عم عبد المسيح. قال لي عمك عبد المسيح في ارض البدنجان، تبقى تروح تديله الفرخه. يا عم ماشي نبقى نروح لعم عبد المسيح، ما تعطلنيش خلينا نخلص الفراخ، هم 22 واحد في الجمعيه دي. اسيب عمو فلان اروح لفلان؟ كل ما اجي اروح عند واحد يقول يا ابونا ما تنساش عمك عبد المسيح. يا عم عممت الناس علينا. يا عم ماشي حاضر هروح لعم عبد المسيح، ومكتوب عليا في الكونترات حاضر هروح لعم عبد المسيح في ارض البدنجان. عرفته خلاص. وبعد ما كله اخذ من الناس دخلت في ارض البدنجان ولقيت راجل حبيبي. اهلا ابونا. قلت له الله يبارك لك تعالى. جيت فاتح، خد يا حبيبي الله يبارك لك يا مولانا. قلت له مولانا انت مين يا عم؟ هو انت عم عبد المسيح؟ قال لي لا ده عبد المسيح اللي جوه. قلت له لا معاك حد تاني؟ قال لي معايا ولدي. قلت له خد دي لولدك يا حد الله يبارك لك حد. عم عبد المسيح جوه، اروح لعم عبد المسيح. وجيت داخل جوه يا حبيبي. قال لي ايوه يا قدس ابونا. قلت له يا قدس انت تعالى انت. ايوه يا قدس دي يبقى انت عم عبد المسيح. تعالى تعالى. ايه يا عم عبد المسيح؟ قال لي سلام لحيلك عرفتني وعرفت. قلت له يا عم ده البلد الجمعية كلها عمالة تقول لي عليك يا عم عبد المسيح انت يا عم. تعالى يا عم خد الفرخة دي يا عم الله يخليك خلينا نخلص الفراخ. وبعد اسبوع 10 ايام كان ربنا حاطط شاي وسكر في العربية، وتوزيع الشاي والسكر حلو، انت داخل ايدك مليانة ينفع تديله وتقول له اعمل لي كوباية شاي بالنعناع بقى على الراكية بقى على شوية حطب كده وايه تحلق، وبعدين يحلى الاعتراف مع الشاي على النار ويفتح قلبه بقى ويكلمك ويفتح لك ويشكي لك ويبكي لك. بتبقى لحظة جميلة حلوة قوي توزيع الشاي والسكر ده. فجيت قلت أبدأ من جوه مع عم عبد المسيح الأول، أدخل له هو أول واحد. رحت لعم عبد المسيح قاعد على قفص وأنا قاعد زيه على قفص بنتكلم، وبقول له أنا جايب لك معايا شاي وسكر. قال لي يا أبونا معايش. قلت له ليه تخصص فراخ بس ولا إيه؟ إيه ما تاخدش ليه شاي وسكر؟ ما انا لما اديتك فرخه خدتها يا اخوي. قال لي يا ابونا صدقني مش عايز. صدق يا ابونا نشكر الله مش محتاج. يا ابونا نشكر الله يا ابونا. يا عم بنوزع للناس كلها، ما تقبل كده وخليك حنين يا عم، تواضع واقبل من ابونا. هو بنطلون وقميص ده انا ابونا جايب لك شاي وسكر، تواضع واقبل مش عاوز ليه؟ قال لي صدقني يا ابونا مش عايز انا شاي وسكر. قلت له طب اخش الحمام في العشه بتاعتك دي؟ قال لي اتفضل. دخلت لقيت الراجل عنده بطانية مفرودة وبطانية معمولة مخدة وجلبية متعلقة وجركن مليان مية بإزازة مقطوعة وعامل حاجة كده بوس، هو ده الجردل اللي عامله حمام يعني. أنا بس حبيت أبص على الحدث قدام عيني، فجيت طلعت قعدت قدام وقلت له إيه مش ناوي تفتح قلبك لأبونا ولا إيه مالك؟ قال لي أبونا نقول إيه ولا إيه بس؟ نشكر الله. يا عم بس طلع الكلمة ما تبقاش كده يا أخي، اتكلم قول بس. قال لي يا ابونا أنا أبويا طردني أنا ومراتي وبناتي من البيت، والكنيسة جابت لي حتة أرض قعدتني
أنا ومراتي وعيالي، وقالت لي ما تعولش أهم مصاريف العيال ولا مدارس ولا أكل ولا شرب، كتر خيرهم أبونا في الكنيسة شال الشيلة كلها. بس قال لي علشان الأرض دي تبقى بتاعتك تدفع 1914 قسط بنكي تكمل أنت قسط الأرض. إحنا أبونا ناس غلابة، سبت مراتي هناك في البلد وجيت أنا هنا شغال، وأول كل مرتب أقبضه زي ما هو أبعته في الميكروباص يروح على الصعيد، مراتي تاخده تدفع القسط في البنك. قلت له هو ما فيش ليه طبق ولا كوباية ولا أي حاجة؟ قال لي صدق يا أبونا بقالي أكتر من 3 شهور هنا، أنا كل ما نجوع نجيب بدنجانية نغسلها وناكلها ونشكر الله ليل ونهار. أنا بقول له يا رب حل لي مشكلتي الأكل دي بعد موسم البدنجان ما يخلص، أنا هعمل إيه؟ فك زنقتي يا رب، شوف لي حل لحدوتة الأكل دي، بس أنا بطني باظت من البدنجان، حتى الجسيس اللي ربنا بعته جايب لنا فراخ، أنا نعمل إيه بالفراخ ولا بالشاي والسكر؟ ما فيش أحسن من لقمة العيش يا أبونا، اعتبره ده صوت ربنا ليك، يا ريت لما تيجي تبقى تجيب لنا رغيف عيش أحسن من الحاجات اللي أنت بتوزعها. إحنا نشكر الله لسه الموسم معانا شوية، ما تقلقش علينا، نشكر الله ليل ونهار. راجل بياكل بدنجان بقاله 3 شهور، أقول له عامل إيه؟ يقول لي نشكر الله. وإحنا الأكل بيزيد قدام مننا وبنلم ونرميه في الزبالة، يا ريت بنديه القطة ولا الكلب، ما بندهوش لحد، بنرميه في الزبالة. واقول لك عامل ايه؟ اوعى تقول لي نشكر الله. اوعى لما اجي اسال واحد اقول له عامل ايه يقول لي نشكر الله، ما الغلبان اللي مش لاقي ياكل بيقول نشكر الله. انت المفروض تعمل نشكر الله، تشيل لك واحد على كتفك كده وتقول ده شغلتي، ده انا نكشف عليه ونصرف عليه ونجوز بناته ودي شغلتي، هنشحت علشانه، هنشحت ونمد ايدي للقريب والغريب عشان اودي للغلبان ده، لكن عشان الدنيا بطولها وعرضها ما احنا محتاجين نفوق. طيب اوعى تفكر ان ربنا في الابديه هيلم ويرمي جوه، لا، ده هيقلب في جته كل واحد فينا. يا ترى مين حس بالبني ادم ومين ما حسش؟ احنا ماسكين بس في كلمه العشور. ابونا انا بدفع العشور. مين قال لك موضوع العشور ده؟ دي نص الحقيقه، دي مش الحقيقه الكامله، نص الحقيقه. ادفع العشور ده من البداية خالص. عارفين هابيل زمان أول في البدايات الخليجة راح قدم ذبيحة وربنا قبلها، إيه رأيك؟ نوح واخد 7 في الفلك من كل حاجة، وأول ما طلع قدم ذبيحة وربنا قبلها. إبراهيم قلب ورايا في الكتاب وراجع، لو ما مصدقش الكلام راجع في الكتاب تلاقي اللي بقول لك عليه ده حقيقة. إبراهيم يقول لك يعشر كل ما لديه، وده كان رجل أعمال كبير قوي وغني قوي قوي، عشر كل حاجة ودفع العشور لملك صادق كهن الله العلي، دفع العشور. في ملاخي بقى نهى الأمر وقال لهم سرقتموني وقلتوا متى سرقناك، سلبتموني وقلتم متى سلبناك، سلبتموني في العشور والتقدمة، هاتوا العشور وجربوني ونفتح لكم قوة من السماء وفيض عليكم خيرات حتى تقولوا كفانا كفانا. ده من القديم بيقول لك ادفع العشور، لكن احنا يا حبايبي في العهد الجديد ندفع ايه؟ عيانين يعلم الله، ما بيجاوبوش ليه؟ في القديم قال لهم ادفع العشور ودفعوا، طب في العهد الجديد؟ تعالى كده بص في العهد الجديد، في العهد الجديد ربنا ادانا ايه؟ ادانا جسده ودمه، ناكل من جسده ونشرب من دمه، ادانا ملكوت لكل واحد فينا وحياه ابديه، ادانا روح قدس جوه مننا باستمرار يبكتني على كل خطيه ويقود حياتي ويعلمني ويرشدني وينصحني ويفهمني كل العطايا اللي ادهاني ربنا. فلما اجي اقف قدام ربنا يقول لي ايه؟ كل من سألك أعطيه، لو حد عاوز منك الرداء اديله ايه؟ الثوب ايضا، يعني لو عايز التلفيحة اللي على اديله كمان يا ريس، ايه اللي على الجاكت واديهوله، اديله ادي
ادي باستمرار للغلبان على قد ما تقدر، كله متسجل في السماء يا ريس. تعال اسمع كده وعظة القدس ابونا لوقا صدروس عن موضوع العطاء ده. طلع ايات من الكتاب تقول انه اللي يدي ويحس بالبني ادم ويتوب ربنا يغفر له خطاياه. ده ايات من الكتاب المقدس. قلت يا ابوي ده الموضوع طلع مهم قوي. ايوه، ادي وحس بالاخر تتفتح ليك قوه من السماء ويفيض عليك خيرات. ابونا في الدير في خلوه ومروح عدى علينا يوم الجمعه اللي قبل يوم الخميس اللي قبل الرفاع على طول، وقال لي يا ابونا بكره اخر قداس قبل يوم ما يبدا، وعندي 30 واحد غلبان نفسي اديهم 30 فرخه، ما فيش حد من حبايبك تبعتني ليه؟ قلت له لا، تعالى لنا ندهم لك انا يا راجل تعالى. فتحت وديته ال 30 فرخه. ابونا اللي معايا قال لي يا ابونا يعني احنا من قله الغلابه اللي عندنا يا ابونا؟ هو احنا ملحقين على اللي عندنا؟ ما يشيل شيلته. قلت له معلش، المفروض كنت ارجع لك قبل ما اعمل كده. قال لي لا العفو يا ابونا، ما فيش مشكله خلاص، بس انا عامل حساب يعني بكره وبعده عايزين نوزع للناس واللي عندنا قليل نعمل ايه؟ قلت له انا عارف. يعني انت بصصت في الفرخه اللي هاكلها قبل ما اصوم ولا ايه؟ تاخد الفرخه اللي هاكلها انا يعني؟ ما اكيد يعني ربنا يتولى الكل يعني. تليفون يرن يقول لي يا ابونا معلش نتعبك، مقر دير العذراء اخميم في الخطاطبه جنب منكم، تبقى تروح بكره تستلم 300 فرخه للغلابه يا ابونا معلش. قلت له شوف ربنا ضرب في 10، ادينا لابونا 30 فرخه للغلابه اللي عنده، دم ربنا بعت لنا بال 300 عشان الغلابه اللي عندنا. الشغل مع ربنا حلو يا اولاد، على فهمك لا تعتمد، اشتغل مع ربنا، طلع العشور قبل ما تطلع اي حاجه، ورقم واحد تحط فيها عشورك الكنيسه. اوعى تشتغل بدماغك وتقول لا معلش اصلك في الكنيسه بيجلدوا الحيطان خشب. انت مالك؟ ما لما يعملوا الحيطان خشب وحلوه، ده بيت ربنا، احسن بيت في الدنيا. انت عايز بيتك يبقى احسن من بيت ربنا؟ تروح انت تعمل بيتك رخام وتعمله بكل حاجه حلوه وجاي في بيت ربنا؟ زعلان ان ابونا جاي فنان قبطي اصيل بيرسم صوره حضن الاب عشان لما تيجي متضايق وتقف قدام الصوره تتفاعل مع الصوره فتحس انه بيطبطب عليك، سموها لك حضن الاب. انت ارمي الفلوس في الكنيسه وملكش دعوه، وربنا رب وابونا ربنا هيحاسبه. ترتاح كده يا ريس؟ صدقني ابونا ربنا هيحاسبه على الكبيرة والصغيرة، على كل حاجة بيعملها، على كل تصرف غير حكيم، على كل عطية ذهب الغلط. انت مالك يا عم؟ ده ابونا ده عامل زي الفحماية، والفحماية الفحمة اللي بنحطها في الشورية منفعش يا اخويا تمسكها، ولا هي مطفية ولا هي مولعة، عشان لو هي مطفية هتخلي ايديك ايه؟ مصمدة، مش فاهمينها؟ مش نظيفة كده، فهمتوها يعني؟ ماشي، مش نظيفة. طب ولو مسكتها وهي مولعة تخلي ايديك محروقة وملسوعة، يبقى ما ينفعش ايه تقرب بزيادة، مالكش دعوة بابونا، زيه زي الفحماية اسود اهو. امال تعمل ايه مع الفحماية وهي مولعة؟ تتدفى عليها، تستمد الدفء الحقيقي منها وهي مولعة. لما تلاقي أبونا في القداس مغرغر بقى وفي حتة تانية وفي مرحلة عالية في علاقته بربنا، خد منه على قد ما تقدر، انزل براسك واعترف، خليه يقرأ لك الحل وخليه يحضنك ويطبطب عليك. لكن لما يكون واحد كسر حاجة ولا بيزعق وبتاع وتلاقي أبونا بيزعق له كده، أبونا مطفي، أصل أبونا المفروض وديع ما يزعقش كده، مطفي ما تتعاملش معاه. اول ما تلاقيه بيزعق انت بتخسر ده، انت بتعمل، امشي استخبى في حته ما تشوفوش وهو مطفي، عشان تفضل دايما تستمد الدفء منه وهو مولع. لكن كل واحد يعمل لي فيها كبير بيقول اصل الخدمه دي مسؤول عنها، انا بجيب العجل وبلم الناس. خلي بالك الغلبانه الست الارمله الغلبانه الفقيره اللي الفقر جاي عليها وحاطط، لما بتيجي تمد ايدها لابونا اول الشهر وتاخد منه اي بركه تسندها ما بتتكسفش، لانه ده ابوها.
لكن حضرتك يا بيه يا ابو بنطلون وقميص لما تيجي تعد وتديها بتبقى مكسوفه في قمه الكسوف. حتى لما بتجيب الست هانم المدام وعاملها تصوني وتقول لها تعالي انت يا تصوني هتوزعي يا مس، المس مس يا اخويا مش ابونا، ده مس مهما ادت هي برضو مس، ما بقتش ابونا. خلي ابويا يديني لما ابقى محتاج، ده بيديني من ربنا غفران خطايا وبيديني من ربنا جسد ودمه، يبقى عادي لما يديني امور ماديه. احنا يا حبايب في زمن محتاجين نحس ببعض. انا مش عارف اشوفكم تاني ولا لا، انتوا انا ما بديش كتير، انا اقولها لكم وصيه، هنحس ببعض ربنا هيحس بينا، مش هنحس ببعض هنتقلب في غابه كاننا في غابه هناكل وننهش. بولس الرسول يقول لاهل افسس اخاف واخشى عليكم ان تفنوا بعضكم بعضا، انكم تخلصوا على بعض، عمالين بتاكلوا في لحم بعض وفي رزق بعض، خلي بالكم من بعض. ده بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حبا، والمحبه مش بالكلام بل بالعكس بالعمل وبتقديم المساعده والمسانده للاخر. واحنا صايمين صوم صلاه صدقه، يبقى واحنا صايمين خلي بالك من الصاد الثالثه بتاعه ايه؟ صدقه. وادينا اتفقنا ان القصه مش قصه عشور، مش كل 1000 جنيه اطلع 100، لا يصدقني الموضوع طلع اعلى بكتير قوي من العشور، طلع ايه؟ نحس ببعض. طول ما في الغلابه كتر يبقى الاحساس يزيد ويعلى كمان وكمان، زي ما كل ما الخطيه تكتر ربنا يدينا غفران خطايا لخطايانا اكتر واكتر، ولا يجي يقول ايه انت ليك 7 خطايا بس في اليوم التامنه مش هدي لك غفران خطايا. ده كلام ايه الكلام ده؟ ده عمال بيغفل لنا في خطايانا باستمرار، وانت برضو افضل حس بالغلبان والفقير باستمرار. لما يجي لك شغلانه زياده يا ريت تعملها وقول الدخل بتاعها هيروح لربنا عشان يدي لك شغل اكتر واكتر. لما يجي لك شغلانه جديده البكور بتاعتها وديها لربنا. صدقني دي وصايا كتابيه قلتها لك بطريقه بسيطه، ما رضيتش ارص لك ايات ورا بعضها. لو كان في فريق عمل ولا خدام معدين كنت يبقى كل ما اجي المح عن الايه يطلعوها بالشاهد بتاعك. صدقني ده كلام ربنا، كلام ربنا ليا وليك. خلي السوسته مفتوحه ودي الكل غلبان، وكب على طول باستمرار في الكنيسه توزع للغلبان. ربنا يبارك حياتكم ويحميكم ويفرح قلبكم ويديكم ويعملكم كلكم كده أرخنا. عارفين الأرخنا؟ الأرخنا، الأرخنا في الكنيسة دايما بتدي باستمرار، فقلبكم أرخنة الكنيسة لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.